السلام عليكم اخوات واخواتات واللي متابعينا القناة. كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله يا ربي، وكنشكركم على التعاليق ديالكم الزوينة. دوك الناس اللي كدير التعاليق راه كتشجعنا باش نلقاو نديرو شي حاجة ديما جديدة ان شاء الله، او الا ما درناش الجديد وخدمنا القديم نبسطو الطرق باش تعرف تبدا على شي حاجه اخرى. اليوم ان شاء الله غادي نديرو الدرس هذا، غادي نديرو تبطين من البدايه ديالو حتى النهايه، وحنا غادي نخدمو دابا غادي نخدمو غير على الامان، والدار ما غاديش نخدمو عليه ملي نوصلوه. يعني غادي نفصلو التبطين ديال الامان بوحدو حتى نفينيه ونساليه، وعاد نرجعو نبداو عاوتاني في الدار ونمشيو معاه عاوتاني خطوة بخطوة حتى نساليه. الفيستا ديالي مقطعة من اللي ساليتها في الفصالة، يعني دابا عاد غادي نقطع التبطين. أنايا قطعت هاد الفسحة، كنقطع التبطين اللي مع الفصالة، ولكن بعض المرات ما كيكونش موجود التبطين ولا شي حاجة، تقدر دير شي حوايج حتى يجي التبطين، حتى نوجدو التبطين ونعاودو نبداو الخدمة. المهم مشينا كنقلبو على لاطوال كولا الكحلة، ولقيناها ما كايناش حتى في الدار البيضاء، ما كايناش الشهر هادي، قال لك الشهر هادي ما كايناش بالنسبة لهاد النهار هذا اللي راني كنخدم فيه. درت لاطوال بيضاء، يعني واخا تشوب بلومارين درت ليه لاطوال بيضاء، ولكن بلاصة العوينات، لان ملي غيتفتحوا العوينات غيبينوا لنا الخيط بيض ديال هذا، ما درناش البلاصه العوينات. بلاصه العوينات غنديروا ليه طريف كحل، راه عندنا طرف كحل غنركبوه ليه، انك سوا مزروع ما غاديش تسنى. دابا نبداو التبطين، غادي نخدمو نقطعو التبطين ديال الامام. هذا التبطين ديالي راه انا موفي فيه غير متر ونص كتكفي الفيسته، هما راني جايب بجوج متر. كنطلق التبطين ديالي هو الاول، وكنطلق الكارنيتور هادي الكارنيتور ديالي، حتى هي راني درت ليها لاطوال ديالها. هاد البلاصه اللي غادي توالي البلاصه ديال الصدايف ما درتش ليها، غندير ليها حتى هي طرف كحل. نحط الكارنيتور ديالي وكنخلي هاد البلاصه هادي داخله هنايا، المهم باش تبقى ليا جوج سنتيم ديال الخياطه، واخا نخليها انا 4 ماشي مشكل. وفي القطع غادي الريقل على حساب الكارنيتور ديالي، هذا بلاصة الجيب ديال الداخل. دابا الكارنيتور راه داخلة هنايا، داخلة في التبطين. غادي نطراسي الحد ديال التبطين، هنا غادي ندير واحد الكرانات باش نعرف فين نجيب التبطين ديالي. غادي نهز الامام، سواء ان كان مقطع كنا مقطعين هاد البانسا وبلاصه الجيب او ما مقطعينهاش بحال بحال، بس حنا مازالين خدامين. نحطو الضوبة ديالنا نرجلوها مزيان، ما غاديش رانا الكارنيتور مخليها موسعة باش نخدم في اتساع، ما نجيبش داكشي زعما نقطع داكشي مريقل من الاول ونخدم عليه، راه ما غنجيبوش.
نخلي الوفا الغارنيتور ديالي، وغادي نمشي دقه دقه. هنا غادي نقطع التوبين ديالي باش نمشي معكم غير دقه دقه. اللي بغى يتعلم الفيستا، اللي بغى يتعلم يدير خدمه ديال الطايور، اما الا بغيتي دير الخدمه ديال الكونفيكسيون ديال الشركه اللي كيقطع هذاك الشيء ديالك، ترى ما كنخدمش على هذاك الشيء انا بعدا. هانتوما خلي هنايا هذه ديال الجيب، خليها خارجه هو فيها واحد جوج سنتيم. انا التوبين ديالي غنخليه هكا هكا، غادي نقطعو. كنحيد هاد الضوبة هادي، هادي الحد ديالها هنا الغارنيتور، هادي هاد الشياطة هنايا كندير لها هكا باش كنعرف الحد ديال سميتو. كنكراني هاد الكرانات ديال الغارنيتور هناك، غيجيني تبطين. لا ما درتش هادشي ما غيجينيش التبطين ديالي مريقل. هنا كندخل جوج سنتيم وهنا جوج سنتيم، جوج سنتيم خياطة. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كنكراني هاد الكرانات، حنا قلنا دابا غادي نخدمو غير في الامام، هذا الامام ديال سميتو. غادي ندوز هاد الخياطة هادي، ندوز هاد الخياطة هادي، وغادي نسد هاد البانسا ونسد هاد الملتقى ديال الجيب ونرجع معاكم. هنا رجعت عندكم، صوبت البانسا ديالي، سديت الفم ديال الجيب، بقى ليا غير المصلوح. عند المصلوح حيت بلا ما باش ما نطولوش حتى الفيديو، هادشي راه باين وكيبغي بنادم يكون شي شويه عارف، يعني محترف، ماشي محترف كاع، ولكن المهم يكون عارف هاد سميتو. ملي غادي نكون كنحدد غتبقى ليا هنا واحد التبويطه، غادي نخرجها غير اما نختار، انا نختار نخرجها، ومن الاحسن نخرجها لهاد الجيب. نخرجها غادي تخرج ليا هنا، غتخرج ليا ملي نسالي المصلوح ديالي غتخرج ليا هنايا. غندير الرجله ديالي وغنطراسيها باش نحيد ديك التبويطه، ونشوف باش ما تضيعش ليا هاد التقويصه ديال التركيز، نحيدها. المهم هادشي ها هو دزناه، بقى لينا نركبو ليها البتيكوطي ديالها. قبل ما نركبو ليها البتيكوطي غادي نقطعو ليها تبطين. هادي الكارنيتور، الكارنيتور خيطت ليها تبطين، هي راه مازال ما صلحتهاش وجاي داكشي نقاد. وهذاك اللي كيجي يخيط هاد التبطين هنا وفي هاد الدورات هادو كيجي مجبد، واخا يصلحو كيبقى داير ليه معندكش ليه، ما كيجيش مساوي. راني كنشوفك وعارف كتوقع ليك، لان راه وقعت ليا عده مرات. ولكن باش غادي تحيد هاد الجبيده هادي كتقطع التبطين ديالك مقاد، زيد جوج سنتيم بالخياطه، وهادي ملي كتدور كتجيب
الكريم في بلاصتو وكلشي بلاصتو كيجيك هنايا داير هكا. كندير الكرانات في بلاصتو وكنخلي لوفا الفوق وكنخلي لوفا الفوق. ربما راه رديتو البال شحال خليت ديال الزياده في التبطين هنايا، هاي غنوريها لكم في التصويره. نرجع انا ناخذ السكرينها نوريها لكم هنايا، شوفوا شحال خليت ديال الزياده وشوفوا شحال بقى. ما بقى والو، يعني داكشي شربته هنايا. كنقص واحد السنتيم من التحت هنا، راه نقص غير شي سنتيم، ولكن هنا راه ديت كلشي. وكنشرب كنبقى نشرب بشويه نشرب بشويه، كيخرج ليا التطوين ديالي ناضي. ها هو بلا مازال ما حددت ما والو. دابا عاد غادي نحددو ونوريه لكم على الاخر. ها هو حتى هو ناضي مقطعو البتيكوطي. البتيكوطي ديالنا هنا باش نخليو للدار. نخليو فين غنخدمو الدار. البتيكوطي ردو البال كيفاش كيتقطع، حتى هو الا ما تقطعش هو هذاك راه ما غايجيش، ما غايجيناش التبطين ديالنا هو هذاك. هنا كنقطعو عليه نيشان، تقدر تخلي كاع واحد نص سنتيم ماشي مشكل. وكتجي حتى لهنا، هنا كتخلي تقريبا سنتيم ونص ولا، المهم تخلي الوفاء لتحت باش ما تغشمكش وتجيك التبطين مجموع عاوتاني. اللهم هذا حتى نبغي نجمع الى جاني التبطين وافي ونقصها، ولا نبقى نقلب منين نزيدها. هنا غادي نقطع عليه نيشان على قدو، وهنا غادي نقطع عليه على قدو. ملي نوصل لهنا لهاد القنت هذا، هنا غادي ندير الكران حيت هنا غيتلاقاو على حساب الفتحه. وكندير الرجله ديالي المائله حتى لهنا. انا كنخرج بسنتيم وكنطلع بسنتيم، وهنا كنجي طالع بسنتيم هكا. وكنلاقي هاد النقطة مع هاد النقطة بالرجلة ديالي مائلة. وكنقطع على نقص ساليت التبطين ديالي البتيكوطي. كنجي لهاد القنت هذا كندير كران، عقلو على هاد الكران هذا اللي غادي نوصلو عليه غادي نعرفو كيفاش كيتستخدم. دابا غادي نركب البتيكوطي ديالي كفاني. وتفرج ورد البال باش تفهم، وباش غادي نعرفك واش فاهم ولا ما فاهمش. قطعنا تبطين حيت حنا حيت
لان الفيديو في هاد الحلقات خاصين غير بالتبطين. قطعنا التبطين ديالنا ديال الامام وقطعنا بتيكوتي، مازال ما رجلناش هذا، احنا الفيديو غاديين معاه. صايبت انا الجياب ديالي، ركبت هادشي، صايبت الجياب ديال البواطات صايبتهم. الور عندي واحد السؤال، دابا التبطين هزيت منو غير البتيكوطي والضوبات، وهزيت منو هاد الباسبالات هادو، هادشي اللي هزيت من التبطين. التبطين ديالي راه وافي، الجياب غادي نقطعهم من هنا. بقى ليا هذا بقى ليا هذا. كنحط عليكم واحد السؤال، واش هذا غيكفيني الظهر ولا لا؟ انا غادي نحط عليه الظهر ونوريه لكم، جاوبوني في كومونتيرات واش كافيني الظهر ولا لا. نتمنى يكون واضح هادشي في الكاميرا. انا راه عندي التوب فين نخدم، عندي التوب ها هو، ولكن نتوما الى حاضرين معايا قولوا لي واش هذا يكفيني، يكفيني التبطين ديالي ولا لا. انا واخا غادي نقطعو ما عنديش مشكل، ها هو راه عندي توب، توب موجود عندي، يعني جاي بلوفة. دابا هذا واش غادي يكفيني نخرج به التبطين ديال الظهر ولا لا، حيت هو راه ناقص من هنا. جاوبوني عاد نكمل الخدمة في هاد لافيس. لا تنسوا الاعجاب، ما خصنيش نزيد له شي حاجة نلقمو زعما، واش يكفيني ولا ما يكفينيش. Thank you.